مشاهدينا نحييكم من جديد، وعطفا على الشريط المصور الذي كنا قد بثيناه قبل قليل، وقد ظهر فيه الحاج علي صغيب يتلو رسالة موجهة منه واللبنانيين الثمانية ومن المستضيفين في عزاز وعلى رأسهم أبو إبراهيم. نحن على اتصال مباشر مع الحاج المختار علي صغيب. مساء الخير حاج علي. يا اهلا مساء النور، يسعد لي مساكم جميعا. ومساك يا رب. حاج علي، خلينا نبلش بصحتك من فضلك، لانه الاهل واولادك واحفادك وكل الاحباب كثير مشغول بالهم على صحتك خصوصا. والله بالنسبه لهذا الموضوع يعني لانه معروف ما في شيء جديد، عندي هيك شويه مشاكل بالقلب ومركب رشورات ومرشورات غير من معدي ومعدي. نعم. الحمد لله هلا الوضع مستقر ونسال الله انه يبقى هيك يعني. نعم ان شاء الله. حضرتك بالرساله اللي قريتها حكيت انه ابو ابراهيم عم يقدر يامن لكم الادويه والمواد الغذائيه، يعني يمكن عم ببديكم عليهم هن، ولكن كمان تحدثتوا عن وضع صعب مطرح ما انتم بعزاز. لانه عاصف وضارب على طول وخاوف وشو يعني، اللي مش عم يسال على ناس وعلى اهل وعلى اصيل بلادي. نعم. بده يسال علينا نحن اذا كنا بخير. نعم. طيب حاج علي، طويلة عريضة معه الجماعة. نعم. طيب حاج علي، شو فيك تطمنا يعني ابو ابراهيم شو بقلكم؟ يعني شو اللي عم باخر انه يعني رجعتكم على لبنان؟ والله انا بقولها للتاريخ. نعم. وتتسجل علي ما في مشكلة. الحاج ابو ابراهيم يعتبر من ارقى ما سمعت عن رجال. خلق واخلاق يعني 100% سلبي. والدواء اليوم اجاني اربع عدويه برموا الدنيا لقدروا امنوهم، يعني تحت الضرب والقاصف لحتى قدروا يجيبوا لنا الدواء. وشو ما بتقولي عنه هذا الانسان؟ ولكن هل بقلكم يعني نوع من اذا بدك هيك رساله يعني للمعنيين انه ابو ابراهيم شو هو هلا الطلب او اللي بفضل انه يصير لحتى ترجعوا لعند الاهل والاحباب بلبنان؟ يعني هو تحدث بالرساله عن يعني مثل نوع من توقف الملف تبع الخاص فيكم بسبب بطش النظام السوري. نحن مالفنا توقف، صار في قصف وصار في ضرب وصار في مشاكل طيران مدفعيه. طيب يعني اي مخلوق بيقدر يفاوض او بيقدر يتعاطى بموضوع مثل هذا حساس بظل هاي الظرف؟ يعني هاي الاوضاع عم تنعكس علينا نحن سلبا، وعم تنعكس على المضيف كمان سلبا لانه مش قادر يتحرك ولا قادر يتعاطى بالموضوع. نعم. فعم تسبب هذا التأثير وهذا الإرباك. طيب بلبنان حاج علي، كان هيك بعض المعلومات عم تتحدث انه ممكن كان البعض منكم يرجعوا على لبنان يوم الخميس وقسم اخر بوقت لاحق، هل هالمعلومات صحيحه؟ هل فتحكم الحاج ابو ابراهيم بهالامر؟ لا، الحاج ابو ابراهيم ما حكى معنا بهذا الموضوع، بس كنا نتابع عبر التلفزيون. نعم. خصوصي بعض الاخبار اللي تنزل بجريده الجمهوريه او بجريده الاخبار. ايه نعم. بدنا ما نحكي بشغلات انا فيها هلا. فهذا الاخبار يعني عم يشوشرونا النا وعم يشوشروا اهلنا وعم يخلقوا بلبله وعم يخلقوا تخبط الموضوع. وعم يخربطوا الملف تبعنا. فشو بدهم بهي الاخبار اذا بتستخدم من مصدر لحتى يقدروا يقولوا ويكون قولهم صح وخط. نعم. وانتم يعني بتوافقوا اهلكم، يعني ما بعرف اذا شفتوهم اليوم كانوا عاملين اعتصام امام وزاره الداخليه وهن بيقولوا بيصروا على انه الوسيط الوحيد انه يكون النائب عقاب صقر، فهل هالشيء ايضا فتحكم فيه الحاج ابو ابراهيم حاج علي؟ لا، الحاج ما قلنا، بس نحن بنعرف وانا سابقا قلت للحاج ابو ابراهيم انه انا ما بقبل يفاوض بملفي، ما بقدر حدا يحكي باسمي وباسم الشباب الا الاستاذ عقاب صقر، ولا ما الشرف انه هو يحمل هذا الملف ويحكي فيه. نعم. طيب كلمه يعني اخي من خمس شهور. نعم. طيب حاج علي،
من فضلك كلمة أخيرة لكل أحبائك وعائلتك، ويمكن ما بعرف إذا شفت اليوم بالتلفزيون أنه صار عندك حفيد جديد، كلمة أخيرة بتوجهها لعائلتك. حاجة علي؟ والله عليك هذا خبر هزل لي مشاعري شوي. نعم. إذا ما قلت كثير يعني حتى ما نعطي القصة أكثر من حجمها. تصوري أنه أنا صار جايني حفيدين يعني مش حفيد واحد. نعم. بس المعلومات. نعم. إلى أثر كبير كثير بنفسه وبتضايق وبيعرفوا اللي عندهم أحفاد وكيف يجيهم حفيد وما يشوفوه ومش قادر يشوفه وكذا. فبتمنى منهم من أهلنا ومن ناسنا نحن الظلم ضده أينما وجد، نحن القهر ضده أينما كان ومن وأي كان مصدره، نحن ناس عندنا فهم وعلم إن الحياة ما بتصير بالظلال السيوف بالبواريد بالمدافع وبالطيران وبتقتل الاطفال وتصير اشلاء، ما بتقدر تشوف المنظر اذا بدك تطلع في مرتبها. فطبيعي انه نحن الثوره السوريه من ايدها وصار لها جزء بروحنا وبدمنا لانها محقه ولانها عم تقاتل في سبيل الحريه والديمقراطيه ورفع الظلم والغضب والى اخره. نعم. فأهلنا يروق شوي. نعم. وما يخافوا علينا، نحن الحمد لله بألف صحة وبألف خير مع الله. إن شاء الله. ونأمل من الأستاذ عقاب يكفي اللي بدأ فيه. نعم. ونشد على إيده وعلى إيد الشيخ سعد إلى أبعد حد. إن شاء الله. حاج علي، نحن طبعا يعني من ضمن صوتنا لإلك، وطبعا يعني بنتمنى لك الصحة الدائمة إلك ولرفاقك الثمانية، وكمان من ضمن صوتنا لإلك بشكر أبو إبراهيم بأنه لهالعناية الكبيرة اللي كما حضرتك عم توصفها لأبو إبراهيم العناية فيكم، وعلى أمل أنه نلتقي فيك وجها لوجه ببيروت بوقت قريب جدا، وأنك تجتمع بكل عائلتك وترجع كبير العائلة وترجع كمان تبارك حفيديك الجديد. إذن الحاج علي صغيب كان معنا مباشرة من عزاز، طمأنا بهذا الاتصال المباشر مع LBCI الأهل وكل الأقارب عنه شخصيا وعن اللبنانيين الموجودين في عزاز. هذا كل شيء مشاهدينا، إلى اللقاء.